ولأن المصاعب لم تنل من قدرة العراقيين على ممارسة الطقوس وتدبير احتياجاتها على طريقة الموصلية، فقد شهد سوق النبي يونس عليه السلام في أيسر المدينة توافدا كبيرا من قبل الأهالي من داخل محافظة نينوى ومن خارجها للتبضع قبيل عيد الأضحى المبارك. ولربما يعود الاكتظاظ لتميز السوق بتوفير جميع احتياجات الأسرة وزهد أسعاره مقارنة بباقي الأسواق. المزيد مع مراسلنا يوسف البرهان. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يزداد الإقبال على سوق النبي يونس، حيث يعتبر من الأسواق الشعبية القديمة في أيسر الموصل والذي يجاور جامع النبي يونس عليه السلام. يجمع هذا السوق العديد من القوميات والأديان والمذاهب، فالألفة والمحبة والتعايش السلمي تجده هنا. ما شاء الله البصلة، يعني ما كل القوميات وسوق النبي، يعني هاي السنة لو بس أكو شوية يعني حركة من الدولار هذا السوق ما يمشي به، يعني من اليزيدي من المسيحي من ما كل القوميات تيجي على هذا السوق. وأيام العيد قبل العيد بعشرة أيام وخمسة عشر يوم نحضر الترتيبات، هو الشرز الشوكليت الملبس الحامض حلو، هاي الترتيبات، والعالم تجي على أقبال الكليتشة والكيك والأمور ماشية وطيبة وحياة سعيدة. ولأن هذا السوق يوفر كل ما يحتاجه المتسوق من معاش يومي ومستلزمات الأعياد من كرزات وحلويات وألبسة وأقمشة وأدوات عمل الكليتشة وبأسعار أقل من غيره من الأسواق، فالإقبال يزداد عليه في فترة الأعياد ليس من أهالي محافظة نينوى فحسب، بل يشمل حتى المحافظات المجاورة. أولا في البداية نشكر شكر جزيل قناة صلاح الدين على اتاحت هذه الفرصة لنا لأتكلم عن العيد وعن أجواء العيد. الحركة في هذا العيد الأضحى المبارك حركة جيدة جدا، الناس مقبلين على الشراء ما يحتاجونه في أيام العيد، الإقبال جيد جدا والحمد لله والشكر. الأسعار يعني معتدلة، لا غالية ولا رخيصة. تماسك الناس بلم الشمل، العوائل تزور بعضها بعض، يعني حلوة جيدة جدا. أجواء العيد ما شاء الله أجواء حضارية، والناس متبتعة يعني بالتبضع، وسوق ما شاء الله يزهو. دائما سوق النبي متميز عن الأسواق بقية الأسواق، يعني بروحانيته الطيبة وقدسيته، والناس ما شاء الله استتاب على الأيام الأخيرة على الكليتشة والشغلات التغذية والهذا. من الموصل يوسف البرهان، قناة صلاح الدين الفضائية.